رح نتعرف هلا على فرقة إيف غون اللي بتجمع اثنين من مغني الراب شابين. طبعا بالبداية بدنا نرحب بأحمد سرحان، أهلا وسهلا فيك. وكمان نرحب بأنس عرابي، أهلا وسهلا فيكم. إمتى تشكلت فرقة إيف غون؟ والله هي إلها سنتين تقريبا، كان أنس يغني لحاله بالبداية، بعدين من شي سنة ونص أنا دخلت معه. نعم. وصرنا نغني مع بعض يعني من شي سنتين، هي تقريبا متأسسة كاسم الإيف غون. نعم. من قبل كنتوا تحبوا يعني أغاني الراب؟ كنتوا تحاولوا تغنوا بعدين؟ أكيد من وأنا صغار، من وأنا صغير تقريبا بسمع راب أجنبي مش إنجليش يعني. أها حلو. طيب ليش اسمكم إيف غون؟ والله هو الاسم قديم شوي، بس إنه كلماتنا هو غن يعني من كلمات إنه زي فرد يعني. زي المسدس إنه طلقات وإذا ما بتصيب تدوش. هاي يعني غن يعني الكلام اللي بتحكوه زي الرصاصة. حلو. طب ايش اكثر المواضيع اللي بتركزوا عليها؟ احنا بنركز على القضايا الاجتماعيه وبنحاول انه نحلها. بتركزوا على القضايا الاجتماعيه وبتحلوها بنفس اغنيه؟ بنحلها بنفس الاغنيه بس بانتقادات يعني بشبه انتقادات، مش انتقادات بشكل عام، لا بشبه انتقادات مع حلول. ما بتقدموا حلول؟ اكيد. طيب كيف يعني كيف مثلا بتطلعوا بالحل؟ يعني مثلا انتوا من اول شيء المواضيع سهله بتنجاب من القضايا اللي احنا عم نعيشها، بس الحلول على اي اساس بتختاروا انه مثلا هذا هو الحل لهي المشكله او هذا هو الحل؟ يعني الحل حسب القضيه. حسب القضيه في الحل طبعا. حلو. طيب خلينا نسمع شيء، حابه صراحه اسمع هيك القضيه والحل نسمع منها من خلال الاغنيه اللي رح تغنوها. اوكي بسمعك مستوانا. مستوانا اسمها. يلا. مستوانا ما له اي معنى، حتى كرامتنا راحت منا، نفس الكل يصحى ويشوف حاله فينا، شو عمل بدنيا او حتى شو عمل لاخرته، صار نفسي اذوق راحة العبادة، كل ما لنا عم نرجع لورا، وكل يوم وبعد يوم بيطلعوا لنا بقصة جديدة، حياتنا ماكلة هوا، لانها ما لها اي معنى، كلها عيوب وخراب، نصنا بالاغتراب ومسكر بوجونا كل الابواب، لان بعدنا عن ربنا وشفنا حالنا، بس القضية انقلبت على روسنا، انا مش عم بنظر عليك بس بدي اياك تجاوبنا، شو انت مجتمعنا؟ طيب هون انت يعني طرحت قضيه، بس ايش الحل؟ الحل بيجي بالبارت الثالث اللي هو هو صراحه انا مش متذكره لانه الاغنيه شوي قديمه، بس انه شوي نرجع لعقولنا وهيك ونرجع لربنا. نعم. ونعرف شو الاخطاء اللي احنا عملناها وشو الاشياء اللي لازم نعملها. حلو. طيب قديش بتقضوا وقت وانتوا عم تتدربوا لحتى بعرف انه انتوا كمان يعني الرابرز بشكل عام او مغنيين الراب هم اللي بكتبوا كلمات الاغاني اللي هم رح يغنوها، فقديش بياخذ منكم وقت لتكتبوا الكلمات وغيره؟ تقريبا بشكل عام ككلمات وكهندسه صوتيه وكالحان وكتدريب يعني شهر، 3 أسابيع، شهر بنكون طالعين أغنية. بتكونوا مطلعين أغنية. طب لكم أي ألبومات؟ كيف تعرضوا الأغاني اللي أنتوا أو كيف تطرحوها يعني على السوق؟ كلها على اليوتيوب بتكون منزلة. على اليوتيوب. على اليوتيوب. قد إيه عم بيساعدكم الإنترنت واليوتيوب، مواقع التواصل الاجتماعي كمان بشكل عام، أنكم أنتوا تنشهروا ويكون في إقبال عليكم؟ صراحة لولا يعني بدون اليوتيوب ما حدا بسمعنا. فإنه إحنا منزل أي أغنية بتنزل. كون احنا طبعا على البيج تبعنا منزلين انه الاغنيه جاي بعنوان كذا كذا حتنزل بكذا كذا، وبننزلها على اليوتيوب والكل بيسمع. بيكون في عليها نسبه مشاهده منيحه على اليوتيوب؟ والله يعني من 500 ل 1000 زي هيك. من 500 ل 1000. حلو. طب كيف ردات فعل الناس لما تغنوا راب؟ احنا هيك بنشوف هلا كمان كثير موضه للشباب عم بيغنوا راب كثير وعم بيطرحوا قضايا من خلال الراب. هو انا بحكي لك هو صارت موضه تقريبا لانه صار كل حدا يغني راب وهيك، بس صراحه هلا يعني لازم يكون هادف شوي، لانه انا اللي بسمعه بالاردن انه والله بس بدي اغني راب، بس انه ما في قضيه اصلا عشان نغني عليها. هاي هي واحنا بننزل على اليوتيوب وبننزله. حلو. طيب احمد حابين نسمع منك شيء، ايش تسمعنا؟ بدي اسمعكم اغنيه عن غزه. عن غزه. انت طلعت هاي الاغنيه انت هاي جديده يعني ما لهاش تقريبا اسبوعين مع احداث غزه يعني قلتوها. يلا. غزة انت اساس العزة، غزة انا ما بقدر اوصفك ولا باي كلمه، نرجع لورا شوي بسنه 2008 لما حاولوا يقتلوك بصواريخهم النجسه،
بس كان كل همك كرامتك والعزة، وهسه ب 2012 بيحاولوا يدمروا فيكي، بس صدقيني ما حدا بيقدر ينكر شهداء أراضيكي، بروحي ودمي والله بفديكي رمز الكرامة والعزة، انتصرتي يا غزة. حلو. هاي الأغنية هتنزل إن شاء الله بعد أسبوع. هاي يعني إنه إحنا حتى برضو حفظ بعدنا مش حافظينها كلها لأنه جديد. هي مش كاملة لسه يعني. بعدها مش كاملة على الآخر. وبعدها بس إن شاء الله يعني خلال أسبوع الجاي إن شاء الله راح تكون نازلة. طيب أنا عندي سؤال، ليش بالعادة يعني اللي بيغنوا راب هيك بينزلوا رأسهم وبيعملوا هيك بإيديهم؟ هو تعبير عن يعني تعبير، فاهم كيف؟ بس هيك، مش إنه والله موضة أو شيء. والناس تفكر انه موضه تحريك بس ليد. كل مغنيين الراب بيعملوا هيك، بنزلوا راسهم بيعملوا هيك، ليش مثلا انتم ما تكونوا يعني مختلفين؟ يعني تعبير انه كيف انا بطلع الكلمه مثلا نرجع لورا شوي انه ها فاهم كيف؟ ما بصير انه نرجع لورا شوي هيك اضل معامل هيك، ما بزبط او ما بتطلع الكلمه لاذان المستمع منيح. طيب يعني هلا هي اللي بيغنوا راب يعني في لهم وقفه معينه بيوقفوها لحتى هذا؟ هاي هاي انا بحس انه في كل واحد له ستايل، هاي امور شخصيه يعني كل واحد له اسلوبه بالوقفه زي ما بده. لا بس هم كلهم بيوقفوا هيك وبينزلوا راسهم وظهرهم بصيروا هيك يعملوا هو ستايل الراب يعني، هو هذا ستايل الراب بس. حتى انه يمكن انه بينزل راسه لانه الراب عباره عن كلمات متتاليه بسرعه فبنزل راسه عشان يركز شو اللي بده يحكي. سهل انكم تحفظوا الكلمات اللي بدكم تغنوها؟ والله وصعب، مش سهل. قديش بياخذ منكم حفظ، خصوصا انه وانتم عم بتغنوا كمان عم بتغنوا بطريقه سريعه او بريتم سريع؟ انا بحكي لك احنا مش حفظ، احنا بنكتب يعني تقريبا 4-5 صفحات كبير انه على الاغنيه واحده، فلما احنا طبعا مع التدريب لحالها الاغنيه بتعلق فاهم، بس هي مش انه انا بحفظها وهيك، بعدين لما تنزل على اليوتيوب ممكن انا احفظها مني لحالي، يعني انت تلاقيك حفظيتها لما تقعد تعيدي المقطع يمكن 20-30 مرة. حلو. طيب عم تقولوا لي انه الراب كمان بده لحن، فكيف تعمل لحن؟ يعني في اغنية عن اغنية بتختلف لانه احنا بنسمع تقريبا نفس اللحن لا هلا في الحان اللي هي ساد، في الحان كنغستا، في الحان اندر جراوند، في الحان كثير كل يعني قضية مثلا اي يعني مثلا قضية فلسطين بجيب لها لحن قوي شوي، قضية حزينة بجيب لها زي هيك، وطبعا بصير تعديل على اللحن لما طبعا انا بنزل من الانترنت كمان لحن، ما بقدر اشتري لحن او انه اساوي لحن، وانا بتعلم اساوي، عم بتعلم ان شاء الله. حلو. كيف اصير اعمل انا لحن كامل. بتلاقوا هيك تشجيع من الاهل من اصحابكم انكم تتابعوا بالراب وباغاني الراب؟ اشي اكيد طبعا، يعني انه الدعم راح يكون موجود عندنا من كل الجهات، من معارفنا، من الاهل، من كل الناس راح يدعمونا عشان انه نوصل للي بدنا اياه. نعم. بس انه نوع الدعم بيكون معنوي، بيرفعوا معنوياتنا. معنوي كثير. بيحكوا لنا انه مثلا الاغنيه الاخيره كانت حلوه، اغانيكم حلوه هيك. بصراحه الدعم المعنوي احسن من 100 دعم، يعني بشكل عام دعم لا مادي ولا اي شيء. انا بالنسبه لي ما بعرف عن احمد. لا طبعا. بس دعم المعنوي يعني بيعطيني بيرفعني رفعه يعني كثير كثير منيحه. حلو ممتاز. بس الدعم المادي كمان مهم ولا لا؟ أكيد هو مهم، بس ما فيش بعد المعنويات، يعني واحد معنوياته ما يكونش عنده دعم معنوي بيكون في عنده أمل إنه يكمل ويتابع. طبعا بس مش راح يعرف إنه يحصل على الدعم المادي إلا لما تكون معنوياته عالية، يعني البداية بالدعم المعنوي. حلو. أكيد. طيب بصير نسمع كمان أغنية، مين بده يغني؟ أحمد. هاي الأغنية عن الأم نزلناها، بصراحة هاي بتعني لي كثير أنا لأنه كانت أول أغنية لنا، هاي قديمة كثير، نزلناها بعيد الأم قبل بحدود السنة ونص سنتين. حلو. يلا غني لكم مقطع منها. مقطع. يا أمي مهما عملت مهما قلت مهما حكيت، ولا رح أقدر في يوم أرد حنانك ولا في حقك كن وفيت، يا أول إيد شلتني وساعدتني لحد ما مشيت، يا حوضن يا ما حضني في البرد والدفيت. هيك بس؟ كم؟ أنت بحنانك غامرتيني وبإيديكي حاملتيني، بحاول أغني وأحكي بس مش عارف كيف أعبر ليكي، كل بهمني بحياتي إنك تظلك جنبي وقدامي، يا أحلى ما بحياتي وردة أيامي وزهرة أمالي، قلت لك يا حياتي رح ظل في عيونك عالي، وهيني عم بكبر وأكبر وبحكي لك كل أهاتي، لو أظل أغني وأغني ليوم ما ماتي ما رح رد لك جميلك ولا حتى من يوم ميلادي. حلو. يلا احنا نحكي لكم يعطيكم الف عافيه. قبل ما نختم سريعا، في عندكم اي مشاريع مستقبليه؟ ان شاء الله في فيديو كليب قريبا راح يكون بالفتره يعني خلال الاشهر القريبه القادمه، وانا بدي احكي شغله اضيفها يعني. تفضل. انا بدي طلب بس من هاللي بسمعونا الجماهير، انه اي حدا اقتنع وامن بموهبتنا وافكارنا
انه بس يعطينا دعم عشان انه نطور عمل الراب داخل المملكه الاردنيه الهاشميه فقط. ان شاء الله. يلا يعطيكم الف عافيه. موفقين. انس عرابي واحمد سرحان من فريق سلام يا رب. او فرقه ايفغان. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم.